باهي خلينا نحكي شوية عليك انت، نرجع بك شوية بالتاريخ. نرجع كيفاش بديت الكورة يا بشير؟ انا بديت الكورة في اول الحومة. اول نهار في حياتك خلينا تقول تمشي تغاور تاع اليوم. انا بديت في الحومة، في الحومة بديت كيما اي في الحومة فرزي. كيما الناس كل ما قلت لك قبل كانت فما البطاحي ووقت باش تبدا السيزون تاع تاع الجمعيات يعملوا كل الدورات واحد فهمتني. انا شاركت في دوره من الدورات في حومتي. من الوقت هذاك اختارني وقتها لونترنير، بديت في زرزونه. اللي هو شكون؟ والله تفكر اسمه نسيت. قال لك مشي لك مش مشكل، مشي لك قال لك يجا من حومه يجي ادخل الجمعيه. اجى للجمعيه دخلت نكور وبديت على فكره بديت نلعب اتاكون. اتاكون اي علاش هما حطوك اتاكون؟ شنو كنت تحب؟ انا من الوقت هذاك ولا كيما صغار كل وقت صغار كل اعطيني اعطيني نلعب انا مش الوقت هذاك اعطيني نلعب. وش تعرف في جو كنت في الحومه صبحت في جمعيه تيني وصبات وواحد فهمتني هيك شيختي فهمتني تلبس التيني وكل واحد اعطيني نلعب بركه وكاو بديت نلعب اتاكو حتى في السيابي زاد وقت اللي مشيت من زرزونه مشيت للسيابي مينيم زاد قعدت نلعب مده طويله اتاكو حتى للجنيور حتى للكادي. بعد العام الاول في الجنيور ما لعبتش طلعوني سينيور من الكادي طلعوني سينيور. اول كونتاكت لعبت لعبوني ديفونسير بدلوك البوست من اتاكون ديريكت ديفونسير نلعب فيه نلعب وقت شنو انت لعب في شنو الديفونسير شنو ملعب اكسيال وقتها نتذكر تقبل كنت ما قال لك العب غادي العب غادي قلت لك انا اعطيني نلعب انا وقتها في سجنين هذا لا في سيابي انت من لوك بديت في سجنين لا في زرزونة بديتها ملعبتش في سجنين ملعبتش في سجنين ما عشتش انا في سجنين جملة انت مش من سجنين اصلا انا اصلي سجنيني اما ما عشتش في سجنين في زرزونة عشت عشت في بنزرت وبعد نقلت لزرزونة فهمت بيه قلت لي نقلوك اكسيال في السيابي سنيورة الساعة من السيابي من زرزونة السيابي كيفاش مشيت وقتها المرحوم الله يرحمه فهمتني سي عبد الرحمن صبورة الله يرحمه قد عمرك وقتها عمري 13 سنة نكور وقتها لعبنا ضد السيابي زرزونة لعبنا ضد السيابي ربحناهم أربعة فهمتني وانا مركيت ثلاثة هذا جونيور لا مينيم مينيم مشيت مينيم للسيابي عمرك 13 قلت لي مشيت مينيم الوقت هذاك فهمتني بديت نكور في السيابي من عمري مينيم حتى للكادي بعد طلعت سينيور من الكادي طلعت طول ما لعبتش جونيور فهمتك علاش خذوا فيك مدافع معناها شافوا فيك شنو شافوا فيك في مدافع شو انا كنت اتاكون ما كنتش تمركي ليه المركي بالعكس قاعد نبني المركي برجة زاد وبدل لك البوست نذكر وقتها مع عندي يوسف الزواوي وقتها سينيور في سيابي نذكر انا اتاكون ما فوق برشا كوره فهمتني في البارتي غزال لي عيط لي قال لي تنجم تلعب اكسيال قلت له نلعب هذا هذا في شنو هو في السيونس دونتريمون فهمتني جونيور لا سينيور سينيور كيفاش طلعت السينيور الساعه خليني نفهم طلعت سينيور انا عمري كادي عمري كادي وقتها مو شنيا كادي طلعونا ساعه ساعه مع كتاب كيب سينيور ناقصين جوارات يكملوا بينا ليفيكتيف فهمتني انا الوقت هذاك كملوا بيا ليفيكتيف تخلطت على حمدة بن دولي تشلوف العام اللي بعده طلعت سينيور ما بتيتش برشا ما بتيتش العام اللي بعده طلعت كمل حكاية يوسف الزواوي كيف جاي قلت لك في نعمله في ماتش تطبيقي في ونلعب مع الليكيب الثانية عيط لي في الميتون قال لي تنجم تلعب ستوبر قلت له جاتكش غريبة شيتني غريبة ما انا وقت عطيني نلعب سينيور والماتش باش نلعب واحد فهمتني وما قاليش باش تلعب عمرك ما لعبت ديفونسور لعبت اول ماتش في السينيور مع السيابي مع السيابي ما لعبت حتى دي كونديسيون صعب صعيبة صعيبة برشا يا تطلع يا تنجم تتحطم معناها من اول ماتش من اول ماتش بو انا لقيت خاطر لقيت وقتها بحذايا جوار كبير كيما حسني الزواوي فهمتني انا ما نعرفش كي هبطت نلعب نتصور كي ما تعرفش وين تقف اصلا ولا هو اللي قاعد يديريجي فيا
حتى في سيون زون تريمو بشويه بشويه ما نلعبوا ما هبط ماتش مستير. اول ماتش نتاعي سينيور مستير ضد مستير. كيفاش تعادل الماتش؟ والله عديت خرجت احسن جوار من اول ماتش. من اول من اول ماتش هذاك قعدت نلعب. او ما يعرف في بوست ما يعرفهاش من الماتش هذاك. اول ماتش قعدت من الوقت هذاك لكملت الكارير بتاعي وقت مع السي بي وانا قاعد نكمل. وانت بشير مسيرتك حتى في ترجي بعد كنت تعرف لي بوست الكل معناها على اليمين يحطك على اليسار في اللاكس. هي ما قلقنيش انا خاطر حتى في من وقتها ذا اللي كسبتها الحكايه تاع جوكير معناها. وهذيك هي لازم كل بوست تتعلم منها راه. لازم جوار ما يقعدش رابط روحه بوست برك. انا ما كنيس تقول لي تلعب حتى البوست هذيك نعرفها صعيبه عليا ما نلعب ميسالش. حب نلعب وحب نجربها ونحب. فهمتك. فما تصريح قال بشير العيد الحملوني قال المدافع الوحيد اللي كنت نقرا له حساب هو بشير السحباني. اي كان يخاف تتفكر من... هذا كان يخاف مني. علاش؟ ما شنو كنت مانيش نغش ولا اما كنت اجريسيف برشا. اي لا لا مش نضرب اجريسيف برشا في الكور فهمتني. ما مش بسيال باش تعدى بيا تاكون ولا دي. تتفكر التصريح هذا انت؟ نتذكر وقتها نتذكر انت في السيابي وقتها. وقتها في السيابي والزوز كنا في الكيب ناسيونال مع بعضنا. جونيور حاسيلو اللي طلبت الجمعيات باش نرجعوا نكوروا يعني مع الجمعيات نتاعنا. هبطت انا وروحنا انا والعيادي مع بعضنا نهارتها. فهمتني هو مشى لاسبيرونس انا جيت السيابي. نهار حد كورنا مع بعض ضد بعض. بطولة الكلوب اللي هزتها على السيابي انت كنت موجود مع السيابي؟ اللي هزتها على السيابي مزينة اللي هدف عادل السليمي وقت عادل السليمي موجود. كيفاش عشتوهم اللحظات هذوك؟ اللحظات صعيبة برشا. انا الماتش هذاك زاد ريت الماتش هذاك الماتش هذاك تظلمت فيه برشا. كيفاش؟ انا كنت انا باش نكور تيتيلير. بعد شنو صار؟ صارت شنية في الانتريمون فهمتني. الجمعة هذيك نحضر في روحي تيتيلير. حتى كنت في الانتريمون انا تيتيلير فهمتني. الجمعة هذيك كيفاش صارت؟ صارت عملت باس دياغونال لطفي المي. بون خرج راس راس وماركا البونتو فهمتني. وقتها جاني الزواوي قال لي ما تجيش هكا. قال لي الحاجة اللي نقول لك عليها اعملها. قلت له ودي باش تربطني انا ريت لطفي المي في بوزيسيون هي باش نخرجوا راس راس ونشحت. فهمتني. وقلت له حتى لو كانت خسرت الكره عندي الوقت باش عندنا الوقت باش نصلحوا. قال لي باش تولي وحاسيلو قبحت فيها. قبل لا ما تقبحتش فيه. ناقشته في امور كره ما يقبلش يعني. كون يناقشوا يوسف الزواوي وقت الزواوي كان صعيب برشا. كان صعيب برشا ما تنجمش تناقش معاه رغم اللي الباس نجحت ونجحت وتمرك البونتو يعني. يا اخي نحاك من التشكيله وقت الوقت هذاك تنحيت ما لمتوش ما صار شيء بعد. ليه ما لمتوش؟ ما عملت معها شيء باش نلوم. به تفاجئ وقت طلبتك عام 96 بعد الكوب دافريك بالضبط. شنو صار؟ كيفاش صار الكونتاكت؟ انا شو تنقول لك الكونتاكت الاولاني صار مع ليتوال نجمه والفريق طلبك مع ليتوال عثمان جنيح كان مكة. صار مع عثمان جنيح ومشيت لسوسة وتفاهمنا في المرويح متاعي نلقى مسؤولين متاع الترجي في قدام باب دارنا فهمتني. قدام باب الدار. قدام باب الدار. شكون قيت؟ والله لا يرحمه وقتها عم محمود لا يرحمه والحاج شحيت فهمتني ومعاهم رئيس مركز. رئيس مركز؟ هاي علاش دخل؟ ما هو ما يعرفوش دارنا فهمتني. مشاو للمركز غاديك نتاع باش وصلهم للدار نتاعنا فهمتني. هيكا ومن فميكا ديريكت طلعت للترجي. فهمت. علاش عطاوك اكثر فلوس؟ شنو صار؟ لا ما مش حكيت ما نعرفش شنو اللي صار. صارت انا خاطر شو انا عطيت كلمتي وقتها للتوال. ما ترجعش في كلمتك. ما نرجعش في كلمتي وقعدت محموس يعني. انا واحد من الناس اللي ما نحبش طايح من كلمتي. حبيت تلعب في ليتوال خاطر العباد وقت مشيت ليتوال فرحوا بيا وقعدت جمعه بحذاهم ويعني ما قصروش معايا فهمتني. وجنيح الوقت هذاك يرحم والدي يعني فرح بيا واعد فهمتني. ولقيت يعني جو باهي غادي وقتها زبير مع بعضنا في كيب ناسيونال عاد ورياض البوعزيزي فهمتني. قيس الغضبان يعني كلهم اصحابي فهمت.
اي ما شنو صار كي تحبي تلعب في اتوالي وتحسرت ما لعبش في اتوالي وطيحت من كلمتك شنو صار؟ اللي صار كنت عملية خطف. كيفاش؟ هزوني من الدار هم طلعت الوقت هذا. اي بالسيف عليك هزوك مش بالسيف عليك. لا سنة اقول لك الوقت هذاك انا صغير انا وقتها صغير عمري 20 18 لا اكثر 19 هكاك في العشرين في العشرين سنة ايه؟ صغير نحب نكور فهمتني واللي قالوه لي فهمتني الجمعيات في بعضهم تفاهموا ترجي والسي ابي ترجي والسي ابي تفاهموا مع المرقري اللي الرئيس الجمعية بالاخوة نذكره بالاخوة واحمد القروي الله يرحمه فهمتني الله يرحمه ايه الكونتاكت الاول كي صار مع الاطوال هما مع بعض معايا فهمتني داير هما قالوا لي راك باش تقعد بعد كان لعبنا مع الاطوال قال لي باش تقعد مع الاطوال هنا فهمتي تفاهم في امورك على خاطرنا احنا تفاهمنا مع عثمان جنايح وصايب بعد بدلت كل شيء تبدل كي وصلت قلت لك الواحد هز قالوا لي نحن زوج جمعيات تفاهمنا وقتها سليم تفاهمنا وليت ما كنتش تنجم تقول لي اعطيت كلمه تيرانية قلت لهم ليه قلت ما نجمش قلت له كيفاش أعطي كلمة للعباد وبعد فهمتني قال لي تحب ما تلعبش كورة ما تلعبش كورة كيفاش ما تلعبش كورة تقعد ما عادش تلعب كورة أنت تحت ذمة الاسبيونس وقت وانا نجهل القانون وقت قد ما كانش قبل القانون كيفاش على ذمة الاسبيونس ما صحتش مع الاسبيونس أنا ما صحتش ما قلت لك زوج جمعيات تفهموا من بعضهم معنا نقول مشيت تحت التهديد للترجي هكا لا 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 مش تحت التهديد ها مش حكيت مش تهديد قال لك اجي ترجي ما تلعبش كوره هكا تهديد هذا ليه مش حكايه تهديد قالوا لي تقعد شو انا نجهل القانون الوقت هذاك والقانون تاع مش كيما تعطوا يعني باش تنقل من جمعيه لجمعيه وجمعيتك ما وافقتش عليك باش تمشي للاسبيرونس ولا ليتوال باش تقعد عام كامل ما تلعبش فهمتك انا وقتها صغير نحب نلعب فهمتني الرياكسيون تاع مسؤولي ليتوال كيفاش كانت وقتها والله اش نقول لك قعدت وجاوني وطلبت منهم السماع شنو نقول لك قلت لهم مش بيدي انا الغالب